اليوم صح الفتوش قد بكلف؟ اليوم صح الفتوش بكلفك 10 ليرات. عم ياخذ بيت البقدونس بيقسمها هو وجاره، بس هلا صار ياخذ 3 4 ويعمل عجه. احنا ما يمين عرضنا، يمين ينكسر اسعار للفقير، خلي اقول. ما هو ضرب مني لله تعالى، لا ضرب مني ولا شكاره لا بفلان ولا بعلان، شكاره في حالنا. انا اليوم بمحلي في بنش عامل عرض للعالم، يعني مثل ما بيقولوا تيسير امر مع الشعب المسكين، لانه شعب ما بقى بيتحمل. نخلص من هذا النظام بشار الاسد وكل شيء، ما في اصبر من الشعب السوري، ما في قد صبور في كل انحاء العالم، بس الله هيك يخلصنا سبحانه وتعالى من هذا المجرم بشار الاسد، كل شيء بينتهى. هاي كل وقت صار، الوقت صار غلا، بقى الله يرحمنا، ما تم غير بني ادم رخيص. انخفاض مقبول باسعار الخضار بعد ارتفاع جنوني باول ايام رمضان المبارك. نحن اليوم باليوم الخامس، انخفضت اسعار الخضار بشكل تقريبي، رح نستطلع اراء المواطنين واراء المحلات اصحاب المحلات التجاريه عن سبب انخفاض هاي اسعار المواد. اليوم عم نشوف اسعار المواد الخضار تحديدا يعني انخفضت بشكل ملحوظ، شو سبب انخفاضها؟ الاسعار الخضراء الحمد لله رب العالمين نزلت وكسرت الحمد لله، سببها انه صار يجينا من برا من عن طريق تركيا بضاعة، فتحوا الطرقات، يعني هي الطرقات ما كانت مسكرة، بس كانت في أمور في تركيا هي صارت صبير ومصبير، نزعت البضاعة. يعني نحن بأول يوم رمضان المبارك على سبيل المثال جرزة البقدونس وصلت 5 ليرات، اليوم أنت بسعرها بليرة. نعم، يعني أنا بالنسبة اليوم لألي أنا اليوم أنا عامل عرض، أنا اليوم عامل عرض، هو البقدونس اليوم نظامي الشل 50 ليرة ترجع الباقة بليرتين بالجملة، بس أنا اليوم عامل تشكيلة الحشائش كلها بشكل عام بليرة، وهي تشكيلة حشائش اليوم بتجيبني حق ليرتين، بس أنا اليوم بمحلي في بنش عامل عرض للعالم، يعني مثل ما بيقولوا تيسير أمر مع الشعب المسكين، لأنه شعب ما بقى بيتحمل وضعنا، ما بقى بيتحمل، يعني إذا ما نحن وقفنا مع بعضنا وتكاتفنا مع بعض وساعدنا بعضنا ما حرح حدا يساعدنا. يعني حتى انخفاضها من 5 ليرات لليرتين كمان هو انخفاض يعني. لا ممتاز، إيه نعم، كانت بأول نهار برمضان شل البقدونس وصل ل 125 ترجع الباقة ب5 ليرات، مضبوط حكيك. اليوم الشل حقه 50 ليره نظامي. طيب سعر البطاطا اليوم ايش قد؟ بطاطا اليوم 8 ليرات ونص 9 ليرات، بندوره معك من 20 لل 15 ليره، البندوره الاول التوب حقها 20 ليره، في معك بندوره من 20 لل 10 ليرات حسب البندوره طبعا، كل شيء قولوا. وصلت لل 25 باول يوم؟ وصلت لل 25 باول يوم برمضان، نعم، باذنجان وصل الاول باول يوم برمضان 35، اليوم 15 عرض كمان. اليوم اخف، هي شلون؟ اخف بس لسه الغلاء قائم. كيف عم بتشوف الاسعار؟ لا هلا صارت كويسه، هلا بهاليوم صارت كويسه. اليوم الخامس من رمضان. ايه باليوم الخامس يعني مقبوله، بس ولكن لساتها غالي. يعني لسه غالي للناس عامة. قصدك مقبوله مقارنة بالأول 4 أيام في رمضان؟ ايه طبعا، لأنه وصلت بقت البقدونس بثمان ورقات، 9 ورقات. وين هاي صار؟ وين؟ في أوروبا ما صار في نايك. وهلا مع الرقم هذا لسه الأسعار، أشو كيلو الكوسة مثلا 25 وكيلو الخيار ب25 وكيلو البندوره ب20، يعني رخيصه. العامل شو قد بياخذ؟ نعم شو قد بياخذ العامل؟ 50 ورقه شو بتشتري له؟ 20 تقريبا يوميه العامل 20 50 ورقه اشو بتساوي له؟ ربطتين خبز، نص كيلو بندوره، اذا بده يعمل طبقه ما بتكفي، صعب فتوش يعني ما بيجوز، حرام. ان هذا على العامل ما بصير ياكل لحم وفروج، ان هذا ما الله خلقه، ما بيشتهي بمر هلا برمضان، يمر قدام الصاب يلاقي شقفه لحم يقول اخذها لاولادي، يعني نعمل لهم طبخه عليا، او اخذ فخدين بروج، او كيلو جنيحات، لك كيلو رقاب ما عم بيقدر بيشتري. في معك بندوره ب 10، معك بندوره ب 20، معك بندوره ب 15، معك بندوره ب 16، حسب بندوره. بس يعني المقبول يعني حق 20 ورا الكيلو. اليوم الاسعار انخفضت عن اول يوم برمضان، انخفضت ثلاث ارباع الاسعار، كانت بايت بندوره 5 ورقات اليوم حقها ليره، كيلو باذنجان كان حقه 30 35 ليره اليوم حقه 15 ليره. كيلو الكوسه كان حقه 35 ليره اليوم حقه 20 25 ليره، في كوسه ب 10 ليرات تركي، في كوسه بلدي حقه 25، بنقارن هاي بهاي. بس لا نحن وين عم نحكي انه ما بيتناسب مع دخل المواطن، يعني الله يكون بالعون العامل، الله يكون بالعون. ما بيتناسب مع دخله. اليوم اذا بدنا نعمل نقول فطور طبخه يعني نوعا ما مقبوله برمضان، ايش قد بتكلف يعني؟ تكلف اقل شيء لا 50 60 ورقه متوسط، يعني هيك عائله صغيره يعني شخصين ثلاثه 50 ورقه 50 ليره. اذا اختصرت على خضار. ايوه خضار 50 ليره. من دون اذا بدنا نقول لحم او فروج او لا لا ما بدك بدك 100 ليره حسبها انت والتطور تبعيتك. دخلت اللحومات، بس دخلت لعندك اللحوم مثلا فروج او لحمي، المي مع وجهك الزرقاء بدك تحطها مهما كلف الامر، المي دغري. صحن الفتوش اول نهار برمضان كان يكلف 50 ليره لحاله، صحن فتوش اسمه، هذا مقبلات رمضان، هذا معروف يعني برمضان كلياتنا بدنا نعمله اجباري.
شو ممكن كنا عاملين اكل، كان فقير وكان زنقين وكان غني وكان مين ما كان يكون بدون استثناء، كله بدي اعمل صحن فتوش اجباري برمضان. صحن فتوش كان بكلفك 50 ليره اول نهار رمضان، اليوم بدك تعمل تجيب لحمي او تجيب فروج وتحط لحمي فروج اليوم المي وتحطها انت ومبسوط يعني. لا اليوم صحن فتوش قد بكلف؟ اليوم صحن الفتوش بكلفك 10 ليرات من 50 ل 100 العروض. نعم اليوم اول يوم رمضان فشوف فرق اربع ايام، اليوم بقيت البقدونس بليره، بقيت النعناع بليره، بقيت الفجل بليره، ما بلغي حقها ليره، لا هي حقها ورتين، بس احنا عاملين عليها عرض بليره مشان الشعب تاكل. اليوم بياخذ تشكيله حشائش بخمس ورقات، وبياخذ نص كيلو خيار ونص كيلو بندوره حقهم 10 ورقات صاروا 15، فرق 85 ليره من اول يوم رمضان بين هاليوم. طيب الباذنجان مثلا اول يوم رمضان، الباذنجان الباذنجان اول يوم رمضان كان الكيلو حقه 12 ورقه، اليوم ايش قد؟ اليوم حق من يومين ثلاثه كان ب 35، اليوم حقه 18 ليره، احنا عم بيعوا ب 15 يعني نزل النص خلال ثلاث ايام. اليوم اليوم حقه 18 17 الجمني الكويس، الادنى شوي حقه 15، احنا عم بيع الباذنجان الممتاز ب 15 اليوم، عاملين عليه عرض كمان، مو عرض لانه ما بنقول عرض بشكل عام الاسعار يعني من 35 ل 18 نص. لانه ما بنعمل عرض، لانه ما بنكسر اسعار للفقير، خليني اقول مو ضرب مني لله تعالى، لا ضرب مني ولا شكرا لا بفلان ولا بعلان، شكرا في حالنا. والله الاسعار اليوم احسن من قبل، اليوم في رخص شايف، الامور كويسه الحمد لله. انا اول يومين رمضان اول يوم قبل رمضان الاسعار ابت لفوق، نار صارت كلها بتعرق حرق. بالنسبه لموضوع الباذنجان، هو بموضوع الباذنجان اساسه سعره 15 17، وفي تجار طالب كثير رزق تاخر نهار دخلت مثلا دخل براد وثلاث اربع برادات ضلوا مثلا عالقين مثلا على الحدود او تاخروا على الطريق لبين ما وصلوا، بتاخيرهم هالنهار نهارين التجار اللي بيسوق الهال كسبوا الفرصه وغلت الاسعار، غلوا الباذنجان حكموا بالسعر. ايوه بالضبط، بدخول الرزق دخل الرزق كله دفعه واحده، اللي كان واقف على الطريق دخل كله سوا، رجعت الاسعار. طيب الحمد لله كويس، العالم كيفي تولعت شبر، شفتوا العالم برا محشر الحمد لله الحمد لله، كانت الواحد عم ياخذ بس بقصه يعني محروق معلاقه، عم ياخذ بقى البقدونس بيقسمها وجاروه، بس هلا صار ياخذ ثلاثه اربعه ويعمل عجي. اليوم اذا بدك تطبخي طبخه في البيت تقريبا بشكل تقريبي ايش قد بتكلفك؟ والله يعني ما ايش بدي اقول لك، ما بعرف بتكلف كثير. كيف عم تظبطوا اموركم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الشكوى الى الله يا ابني، الشكوى الى الله، الله يصرف البلاء، الله يصرف البلاء، الله يأمننا باوطاننا وعديننا احسن شيء. ما بيطلع بالايد شيء، هاي كل وقت صار، الوقت صار غلا. بقى الله يرحمنا، ما تم غير بني ادم رخيص. صار حدا يا عمو متر، والله حدا ما عندناش نشتري شيء، اقسم بالله. انت بتعرف مزبوط؟ نعم. والله كيف عم تظبط طبختك باليوم؟ ما ظبطت، جاد عالت خبزاتي، عالت الخبز وما جاد الحقه. كيف طبختي؟ ما عم تطبخ برمضان؟ والله ما عم اطبخ. ويتام فوق شيء واطفال وتتراه مع الله. ما عندك طبخة؟ ما عندي طبخة والله، تعبان من الأخي. خبزات يا سير كاسين قطع علينا يا مرحبا، ناسني يا عمو كيلو خمسة ليرات وعشر ليرات، منين نجيب الليرات يا عمو؟ قل لي 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 قل لي